طيب يعني بما أنه نتحدث أيضا عن المستوطنين، هل يعني دعيني أسألك عن صحة ربما المعلومات أو التقارير التي تفيد بأنه الكثير من الإسرائيليين اليوم ومن المستوطنين الإسرائيليين يودون الهجرة خارج إسرائيل بعد انتهاء هذه الحرب وعدم الرجوع إليها بتاتا بعد أن هزت هذه الصورة لدى إسرائيل، والكثير باتوا لا يشعرون بالأمن والأمان؟ يعني إذا نظرنا في مفارقة بسيطة، الفلسطيني الذي هجر من شمال القطاع إلى جنوبه أول ما بدأت هذه الهدنة عاد إلى الشمال، صحيح. على الرغم من تواصل القصف والاستهداف يعني قوات الاحتلال المتواجدة في الشمال الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة. في المقابل الإسرائيلي في أول رشقة صاروخية من القطاع نحو مستوطنات غلاف غزة، تقول المصادر الرسمية وزارة الهجرة الإسرائيلية وحتى مطار اللد الدولي المعروف باسم مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب، قال أنه رصد أكثر من 300,000 تذكرة كانت قد حجزت من قبل المستوطنين في الأيام الأولى للحرب ذهاب دون عودة أو دون إياب. هذا يعني هروب المستوطنين وتخوفهم، لأن الفلسطيني هو صاحب الأرض فهو يتمسك في أرضه، أما المستوطن فعند بدأ هذه الضربات هرب وخرج، بل وأصبحوا يطالبون في جنسيات أخرى تحميهم من ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.